معكم العقيد قائد الكتيبة الرابعة ناصر محمد صالح غرميم من اللواء الرابع دعم وأسناد. أستنكر كل استنكار بدون أي سبب وبدون أي مبرر من قبل شرذمة. شرذمة لن تسمى. علينا أن نطرح النقاط فوق الحروف. أنا مالي أي قضية أخرى في أي قضية. أنا عندي قضية اسمه أنور. هذه العصابة الشرذمة لن بيننا وبينهم أي شيء. احنا رجال القانون، ابى من ابى واشاء من اشاء، لكن بالتي احسن. اما الخطف هذا نسميه احنا خطف عشوائي حوثي ايراني بحت. انتهى.